ناس هيمشوا انتخابات. سؤال بسيط، انت نفسك الان قلت هو جبد دستور من جيبه، جيب عمل لجنه في الاخر قال مشكر الله وسعيكم. السيد سعيد مع كل احترام لي هو قالك 8% خير من 9% اعلى ما في خيل اركابي. شكون يضمن هو ما يجيب الناس؟ سامحني يا استاذ خلم دستوري نتاعك الامر شو اسمه هو الطوارئ ولا شو اسمه في اخر لحظه يقول واحد يعمل فوشيكه من هناك حبس. هي شكون يضمن؟ هذا موجود، هذا شوف هذا موجود. هذاك علاش احنا نقولوا اليوم لازم ننهضوا، ما عادش نسكتوا يا اخي. هذه الفرصه جابها لنا ربي لازم نستفيدوا منها، واي محاوله للانحراف منها لازم نوقف عليها. هذاك علاش ونرجع للانتخابات، هو عمل لنا التصفيه هذه باش في اللخص ما يخلي يتحدى كل اللي يرضى عليه، واللي يرضى عليه مش يكون معناتها واحد زعنف من الزعارف نتاعه هو باش يولي المواطن بين هذا وهذا. نقولوا احنا يلزمنا كمواطنين اليوم نخوضوا معركة مع جميع المترشحين، خاصة الجديين منهم اللي عندهم قاعدة انتخابية ورجال سياسة مهما كان لونهم، ويكونوا معناتها عندهم خزان انتخابي وتمثيلية وعندهم خبرة بالشأن العام. يلزمنا نعاونهم باش يعني يتجاوزوا عقبات هالشروط اللي عملها هذه. وبعد بعد 11 اوت معناتها وقت اللي تخرج الهيئة 6 اوت نشوفوا لو 6 اوت تبدا، ما هو معناتها واحد نعم. المهم بعد 6 اوت ما نعرفش وقتاش لان عندها اجل من 6 ل 11 اوت. بعد 6 اوت نشوفوا كان خرجوا مجموعه لاباس بها. هنا يلزم الناس الكل يعني تختار الشخص اللي تحبه وتمشي تصوت له وتعبي له ولا غير ذلك. احنا انا كان من قوى ديمقراطيه ومناضل وشاركت في الثوره وساهمت فيها ودفعت الثمن، نقول انا مش نختار المترشح اللي يشوفه يرجع لنا البلاد الى مسارها الطبيعي، الى مسارها الطبيعي مع استخلاص الدروس من الاخطاء السابقه ونتجاوز الوضع ونتجاوز العقبه هذه ونلتفوا على المترشح هذايا ونخليه يوصل حتى للدور الثاني ولما لا يخور رئيس الجمهورية. هذا هو السيناريو المطلوب. لكن احنا نتصور يمكن مش تخرج لنا الهيئة معناتها بعض المترشحين اللي ما عندهم لا طعم لا ذات ومعروفين يمكن في الدور يعني إمكانية يتم الإقصاء سيغريغاسيون من هالستة الهيئة. في الحالة هذه ما عندنا حتى إلا المقاطعة النشيطة. المقاطعة النشيطة لأن بالرسالة هذه وهذه مسؤولية الهيئة الانتخابات، لأن هي بيد الهيئة الانتخابات. أنا ما نحبش نحطها هي معناتها قيس سعيد. أنا نقول لها عندك مسؤولية وطنية، ليس عليك لا قيس سعيد لا عبد الناصر لا فلان، يهمك كان التاريخ والوطن. كوني محايدة، كوني محايدة وخرج الناس، لأن إذا كان مش تخرج لنا معناتها النصيحة وغيره نقول وقتها هي سامت في حرمان الفرصه هذه للشعب التونسي وثيقته في 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 صندوق الاقتراع معناتها فكتها له، وهذا يشكل خطر على السلم وعلى الديمقراطيه. وبالتالي نقولوا كان الحاله هذه ان شاء الله ما نوصلهاش، كان نلقاو معناتها عمليه تصفيه وخلاو كان الجماعه نتاعهم، نقول وقتها المقاطعه النشيطه ولما لا الاحتجاج والاعتصام والخروج للشارع من أجل فرض انتخابات نزيهة وشرعية. ولأن هذه الفرصة ما يجبش تتعدى. تقول لي قيس سعيد مش يوصل يعمل 10% وإلى غير ذلك، هو ايش يحب هو؟ هو يحب في المقاطعة، هو ماذا بيه المقاطعة؟ هو ماذا بيه المقاطعة؟ لأنه احنا نتذكره يعني وقت اللي عمل الدستور اللي عمل الانتخابات المجلس الأول والمجلس الثاني قال معناتها هذوك هم الصادقين 8% هم الصادقين، يعني في 90% طز فيهم يقوم المواد الحرة. يعني هو ماذا بيه على هذه؟ هو ماذا بيه؟ لكن هذه ما نخليوها له. هذه ما تتعداش، اليوم يلزم انتخابات نزيهة، ثم الهيئة يلزمها معناتها تعاون الناس على الترشح، تخرج لنا قائمة فيها 15 و20 واللي منها 30 ما 90 هذوما، وتخلي الشعب يختار. وتمشي الانتخابات. وانا متاكد في الحاله هذه نقولوا باي 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 على موضوعيا وقت سيف دكتور والوضع نتاع المعارضه، قادر المعارضه تفعل هذه تمشي فيه وتفعل وتحرك الشارع على الاقل باش تلفت انظار ما تخليش الامور تمشي ستاتيكو كيقولوا فعلا.
اسمع، الناس الاكثر وطنيه اليوم يكونوا اكثر حماس هذا الطرح اللي عنده نزعه وطني، ويخلي كل شيء يمشي يدعم ويعب الشارع بالانتخاب ويمشي ونهار، يولي عندنا عرس انتخابي كبير في الدوره الاولى، معناتها الناس الكل تشارك، لان هذه في لحظه وعي وطني راقي. راني ما نحكيش على الحزب، نحكي على الشعب التونسي، على المواطن. كيفاش يشارك؟ سامحني، اش بدك مقاطعه رشيده؟ اش بدك؟ لا ما نحكيش على المقاطعه رشيده، نحكي لك على الحاله اللي هي اعتياديه، ثم العديد من الواحد. اما المقاطعه رشيده هو انك انت تعلن على ان كل ما سيخرج عنه هو غير شرعي، ونواصل معناتها المسار النضالي، ونختار الاشكال النضاليه المناسبه لنداء لايقاف حتى هذه الانتخابات، لإيقافها بالطرق الشرعية والقانونية. النقطة قانونية، ثم الناس يحكوا عليها يقول لك تشارك وترمي وتطلع ورقة بيضاء، معقول هذا؟ لا ما هوش باهي ورقة بيضاء. شين الورقة البيضاء هذه؟ ورقة بيضاء ما تقولكش راضي وشيمك، الورقة البيضاء ما تحتسبش، أنا نقول ورقات بيضاء ما عندهاش مغزى سياسي. لا تحتسب هكا؟ لا هي تحتسب كورق بيضاء، لكن لا تؤثر في النتيجة. النتيجة. لا تؤثر في النتيجة. باهي. وإحنا ما حناش عندنا في الاستفتاء، الاستفتاء نعم ام لا، ما احنا ما تختار ما تختارش، الورقه البيضاء كانك براتيكمون كانك مقاطع، معناتها ما تدخلش في النتيجه بكل. الفرضيه الثانيه، سمحوا بهال بمرور وتمرير في اخر لحظه، جابوا لهم عطوهم بطاقه ثلاثه، تفضل سيد خذ، وعدوا اربعه خمسه سته على الاقل ناس جديدين، معناها اختلفوا معاهم، نحكوا الناس اللي عندها ماسك الكتراس عندها مجموعه به. في الحاله هذه كما نقرأ تقريبا، ثم عائلات مثلا دستورية صعيبة تفهم معك، على الأقل الناس، ولو أنه كلمة الثورة الآن أقرب يقول ديمقراطية، نسمع ديمقراطية، ثم ناس كانوا مع الثورة وجوا مع الدباب، ممكن وضعي، وثم ناس كانوا تجمعين جوا ديمقراطية، يقول الناس ديمقراطيين، ما هي فرص أنهم يتفقوا على واحد؟ فهمت؟ شوف الاتفاق على واحد بيجي في الدورة الثانية، فالدور الثاني الناس كل ما تطب واحد. لا لا، الدور الاول، الدور الاول كنت شتت الاصوات سامحني، الدور الاول مش مطلوب يتفق على واحد، انا ما قلتش في الدور الاول يتفق على واحد، فالدور الاول ماذا بيا اكثر من واحد باش ما يتعداش 50%. هذا صعيب، هو صعب، يستحيل باش تعدى 50%، يستحيل بالارقام هذه، يستحيل. اذا الحل يا اخويا، خلي الناس، خلي المواطن يختار اللي يحب، انا عندي خيار، الديمقراطيين مش يختاروا حد، وانا مقترح على امن اللي كان لقينا في القائمه ناس جديين وديمقراطيين بالحقيقة، نمشي ولم من الأول نتناقش معاهم على ميثاق أو على معناتها أجندة تقوم على كيفية استئناف الحياة الديمقراطية، وندخل معاهم من الأول ونصوتوا له في الدور الثاني باش يطلعوا في الدور الأول، باش يطلعوا من الدور الثاني. أنت صوت للثورة والديمقراطية، كي يطلع لك مرشح تابع نتاع العسكر سمعت قديم ولا أعلم. شوف تحكي في الدور، معناتها في الدور يطلع مع سعيد واحد مرشح نتاع العسكر قديم ولا لا؟ يا اخويا انا بالنسبه لي انا، وهذا طرحي انا ما فماش احتمال اسوء واتعس من بقاء قيس سعيد في الصدر. واضح، مانيش في وارد انسان مرتاح ومعناتها عندي الخيار وعندي كذا ولا غير ذلك. انا قلت البلاد في غرفه انعاش، هناك حريق في المنزل، انا حاشي اللي يطفي هذا الشيء واللي يخرجنا من الورقه. انا لا تقدرش تعيد فينا 19 فينا دكتور، ما نجم، لا مهما يكون يا اخي، مهما يكون انا مش نسعى، وهذاك علاش مربوطه الامور بال 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 ماذا سيخرج من الهيئه ومن الموقف، معناتها مربوطه. انا اتمنى ان لا يحدث هذا، لكن اذا ما حدث ذلك ولم اجد معناتها وما مشيناش في خيار المقاطعة، خاطر يمكن يكون واحد عسكري ويكون معناتها من 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 جبلنا بن علي ولا غير ذلك، نجم نقول لك في الحالة هذه ونكون المقاطعة النشيطة وقتها. أما نحكي أنا ديما يكون عندنا معيار، رحنا ما احناش في حالة رفاهية ومحاولة معناتها نختاروا باللي نحبه وإلى غير ذلك، وهذا يستجيب ويستجيب. أنا نقول جيب لي واحد فقط يخلصنا من قيس سعيد ويقذلنا الدولة التونسية، وبعد نتعاركوا معاه يا اخي، ما تعاركوا مع بن علي، بن علي كان رجل دولة يا اخي، حب ما تحبش، على فساد وعلى ديكتاتورية وعلى كل، حافظنا على الدولة. ياك ما تعاركش مع سعيد، انت مش تعارك مع رجل اخر تو. وين اخويا ما تعاركش انا وياه؟ مش انت نحكي على سامحني، ما انا هذا تقول تو يجيب لنا شخص اخر تعاركوا معاه،
هي تعاركم مع الموجود توش. يا ريت علاش قلنا تعاركم موجود لازم خرجوا الموجود ووفضوا الهيئه معناتها ما تخدمش ما تمشيش اجنده ما تعرفش اجنده الرئاسه اليوم وباش معناتها وتخدم خدمتها كوطني رغم اللي سماه هو رغم اللي كل ما فرنا انا ادعوهم الى انهم هم مواطنين تونس يا اخي راهو مسد عليك حد باهي طيب صلاتك على النبي الساعه صلاتك على النبي نرفع اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس ومجاورها الرجاء مراعاه الفارق في التوقيت راهو خاص بمدينه تونس للاسف ما نجموش نمر وكل مره نذكره بالفيديو نرجعك دكتور انت تقول يا دكتور خليني انا نعطيك لك في الشارع شو يقول دكتور دكتور معطل خليك معنا الاذان فقط صوتي يقول لك يا اخويا قد يكون يا دكتور